بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات دورة 2019 منذ جنبير، الأكاديمية قدمت حصيلة يعني سنة 2019 حصيلة الإنجازات التربوية والمالية، كانت حصيلة جد إيجابية برسم هذا الموسم، بالإضافة تمت المصادقة بالإجماع يعني على المجلس الإداري على برنامج العمل والحصيلة اللي تم تثمينها من طرف كل يعني أعضاء المجلس الإداري. وهذه الحصيلة يمكن لخصها يعني في التزام بالمشاريع الملكية المولوية السامية الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة، اللي هي 7 ديال المشاريع، أذكر منها التعليم الأولي اللي كسبت فيه الأكاديمية 14 نقطة مئوية مقارنة مع الموسم الفارط، بحيث تجاوزت نسبة الأطفال المسجلين في التعليم الأولي في سن 4-5 سنوات ما يفوق 68%، أي 14 نقطة مقارنة مع الموسم الفارط. تم تكوين ما يفوق 8000 مربية، عقد ما يفوق 300 شراكة لدعم التعليم الأولي. فيما يخص يعني دعم التعليم، جمعية العاملة أيضا في التعليم الأولي تم دعمها ب 32 مليون درهم خلال ميزانية 2019، علما أن هذا الموسم 2020 سندعم هذه الجمعيات بحوالي 52 مليون درهم في التسيير. مشروع دراسة الرياضة أيضا حصيلته جد إيجابية، بحيث تم تفعيل الشراكة مع الجمعيات مع الجامعات الرياضية، وتم تأهيل المؤسسة اللي استقبلت التلاميذ في شهر يعني شوتنبير، يوم 5 شوتنبير بالضبط، في داخلية يعني تم تأهيلها واستقبال التلاميذ في ظروف جيدة. في الفترة الصباحية يقومون ب يعني بتتبع يعني الدروس، الفترة الزوالية التدريب الرياضية، علما أن المشروع يعني يفتح كل ظروف النجاح لهذه الفئة من تلاميذ الرياضيين. مشروع آخر اللي تميزت فيه جهة أكاديمية الدار البيضاء سطات ومدارس الفرصة الثانية، اللي بالفعل كان التزام وإحدى 3 مراكز من الفرصة الثانية للجيل الجديد. الأكاديمية بفضل انفتاحها على الشركات وعلى يعني كل فاعلين استطاعت تفتح 15 مدرسة الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وستعمل على فتح 12 مدرسة جديدة في السنة المالية 2020، وآخر شراكة تم توقيعها أمام أنظار سيد الوزير وسيد والي جهة الدار البيضاء سطات، كانت شراكة لإحداث مدرسة من الجيل الجديد اللي في مهن الذكاء الصناعي. كما سنعمل على خلق أيضا مدرسة السنة المقبلة في مهن الرياضية بشراكة مع جمعية تي بي ماروك. هذه يعني شراكات بالفعل ستعطي دفعة قوية لمدارس الفرصة الثانية بالجهة، بفضل الشراكة مع جمعية المجتمع المدني وأيضا مع القطاع الخاص، لأنه انخرطت مع الأكاديمية مجموعة من الشركات ومن مقاولات المواطنة التي تقدم تدريب لفائدة المتعلمات والمتعلمين، وايضا وعود يعني بعقود شغل مباشره بعد الانتهاء من عمليه تكوينيه داخل مدارس الفرصه الثانيه للجيل الجديد. مجالات الدعم الاجتماعي ايضا عرفت تحسن في كل المؤشرات، وسنعمل على تطويرها والرفع من اعداد الممنوحين، وكذا تجويد يعني خدمات الداخليات والمطاعم المدرسيه خلال ميزانيه 2020، بالاضافه لتوسيع المدارس يعني بحجرات جديده للتخفيف من الاكتظاظ، وبناء حجرات يعني اضافيه ما يفوق 300 قسم يعني الجديد التعليم الاولي، بالاضافه لتعويض البناء المفكك 540 حجره سيتم تعويضها من المفكك، علما اننا قمنا بتعويض ازيد من 400 حجره من البناء المفكك ضمن ميزانيه 2019. يعني هذه كلها مجهودات لابد من التنويه وتقديم كل الشكر لكافة المتدخلين، يعني سواء من داخل المنظومة أو خارج المنظومة، ومناسبة باش نطلبوا يعني من كل المتدخلين مزيد من الانخراط
لدعم قطاع التربية والتعليم، بحكم أن قطاع التربية والتكوين هو شأن مجتمعي، يعني لابد من كل المتدخلين يعني مزيد من الدعم لنجاح هذا الورش الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.